بداية الناس عايز يعرفوا في فرق بين التحف والأنتيك. هي طبعا كلمة تحفة دي بتطلق على أي حاجة يعني لها قيمة، قد تكون مثلا لوحة، قد تكون قطعة، لكن هي مش آثار. وكلمة أنتيك عادة هي بتطلق على الآثار، لكن هي طبعا مصطلح غربي أو أجنبي جاي من اللغة الإنجليزية أو من اللغة الفرنسية، لكن التحفة عادة هي كلمة عربية، وإحنا عادة بنشوف أي حد حاجة جميلة نقول على تحفة. إذا في فرق بين التحفة أو المقتنى القيم والأثر والأنتيك، فالأنتيك قد يكون معادلا لكلمة أثر لكن في اللغة الأجنبية، يعني بلغة أجنبية. طيب هل تعتقد حضرتك بعدما أثير موضوع شقة الزمالك، هل عندنا شقق في مصر بتضم آثار كده يعني أو مقتنيات ثرية غالية الثمن والقيمة؟ والله احنا عندنا في وزارة السياحة والآثار عدد من حائزي الآثار واللي مسجلين بشكل رسمي عندنا داخل وزارة السياحة والآثار، وعددهم يفوق 40 حائز، وبيمر 40 مواطن مصري جوه شققهم وبيوتهم آثار، في آثار المسجلة عند الدولة ومعروفة، ومن حق وزارة السياحة والآثار حاليا ان هي تمر كل 6 شهور للتأكد من وجود هذه القطع الأثرية لدى هؤلاء الحائزين. طب الوزارة ليه سايباها لدى هؤلاء؟ ما هو القانون القديم كان بيسمح بحيازة الآثار، وتم طبعا تعديله وان احنا بعد كده سمحنا ليهم، بس اهم حاجة ان الأثر يكون مسجل، وان الأثر ده يكون جه لحضرتك بشكل شرعي. زمان كان بيسمحوا بالشراء، يعني حضرتك ممكن فترة قريبة جدا لحد سنة 83 كنت ممكن تروح تشتري آثار من المتحف المصري في التحرير، كان بيبيعوا الآثار بعد سنة 83 لحد ما عملنا قانون اللي هو 117 لسنة 83 جرم هذه القصة على الإطلاق. وكنا كمان بنقسم الآثار بيننا وبين البعثات الأجنبية 50-50 50-50، كل ده اتلغى. امال البعثة الأجنبية بتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هي بتعمل نشر علمي بس، بابليكيشن، وبتاخد فلوس. لا ما بتاخدش، ده هي اللي بتجيب فلوس عشان تعمل حفاير داخل مصر، لانها طبعا جايبه فريق كبير. ماشي، عملت الحفاير ولقت اثار. الاثار احنا كوزاره الاثار او وزاره السياحه والاثار بتاخدوها بالكامل؟ بتاخدها طبعا. ولا اثار قبل كده كانت بياخدوا 50%؟ نفرتيتي خرجت عن طريق كده، قسموا الاثار، وطبعا خرجت بشكل غير شرعي من مصر. ساعتها كان واحد اسمه بورخارت بيحفر في تل العمارنه اللي هي العاصمه بتاعت اخناتون، ولقى نفرتيتي، كان ساعتها اداره الاثار اجنبيه، ضل لهذا الرجل وقال له ده من الحجر الجيري والاثر مش ملكي، فخد القطع الاثريه وطلع بيها على برلين. فنفس القصه بعد كده جرم هذا الامر، مفيش اثار تخرج من مصر على الاطلاق، لا 50-50 ولا حتى 1%. طب ال 40 بيت مصري فيهم ايه يعني مثلا؟ هي مقتنيات أثرية متنوعة، يعني من عصور مثلا تلاقي حاجات فرعوني، تلاقي حاجات من العصر اليوناني الروماني، تلاقي حاجات إسلامية، حسب في مومياوات وفي أماكن سواء في موميا؟ ممكن بعض المومياوات بس مش دي تتحلل جوه يعني البيت؟ هي مومياء وحيدة بس هي اللي كانت موجودة في الإسكندرية. واحد حاطط مومياء جوه البيت؟ في الإسكندرية، في الإسكندرية والتابوت بتاعها والمومياء نفسها يعني هي اللي كانت موجودة، لكن وقت ده بينام في الأوضة معاها؟ لا التابوت بس فاضي يعني، فاضي. كل ده بعد كده بنبدأ ناخده ونشوف له حلول يعني حضرتك. فهو كانت الآثار في فترة من الفترات يعني هذه العملية، عملية الاقتناء معمولة بيها ان هو يبقى حضرتك عندك اثر، لان زي ما بقول لحضرتك القانون ما كانش بيجرم هذا، فالوضع بتاع هؤلاء وضع قانوني وشرعي ما فيهوش اي مشكلة خالص. طيب ال 40 شخص دول او بيت او اسرة وعندهم هذه الاثار يقدروا يبيعوها؟ لا، البيع مرفوض. هو طبعا قالت لي عن طريق ان هو اشتراها بشكل شرعي موثق وعنده وثائق الملكية، او قالت لي عن طريق الميراث يعني هو ورثها عن ابوه او جده فعادي، لكن القانون يجرم البيع، احنا ما نقدرش نبيع اثار في مصر خالص. يعني هو يورثها لاولاده لكن ما يبيعهاش. طبعا واحنا بنشوفها كاثار بشكل كل 6 شهور تعدى عليها نبص عليها ونشوف الاثار موجودة تمام. هل هو ملزم بالحفاظ عليها؟ يعني لا ولو في اي حاجه من الناحيه الترميميه بيلجا لوزاره السياحه والاثار، وهي اللي تقوم بموضوع الترميم طبعا، لان هو مش مختص بالترميم، هو بس هو يعد حائز مؤقت، لكن الحائز الدائم هي الدوله ممثله في وزاره السياحه والاثار.